أهلا بكل مشاهدينا في كل مكان وصور إذاعية. صورنا الإذاعية ملامحها الصدق والأصالة والموضوعية ببساطة لأنها من الإذاعة المصرية. أهلا بكم معنا وصور إذاعية جديدة وأصيلة. إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة. بدأ بث إذاعة الشرق الأوسط في 30 مايو عام 64 كمحطة إعلانية لها أسلوب مميز بين سائر الخدمات الإذاعية. إن البث الحي لإذاعة الشرق الأوسط موجه لكل سكان منطقة الشرق الأوسط، ويستهدف جذب أكبر عدد من المستمعين وأيضاً من المعلنين. الإعلامية الكبيرة أمال فهمي هي أول رئيس لإذاعة الشرق الأوسط، وترتبط إذاعة الشرق الأوسط بأسماء العديد من نجوم الإذاعة مثل الإعلامية القديرة سناء منصور والإعلامية اللامعة إيناس جوهر وغيرهم من نجوم الميكروفون. ونتيجة لعمليات التطوير المستمر لإذاعة الشرق الأوسط منذ إنشائها وحتى الآن ومواكبتها لكافة الأحداث على المستويات المختلفة الوطنية والقومية والعالمية وأخذها بأحدث الأساليب الإعلامية والفنية، استطاعت أن تقفز بالإعلانات ودخلها من تسويق البرامج والمسلسلات لأرقام كبيرة. وتتميز إذاعة الشرق الأوسط بتنوع برامجها ما بين الخفيفة الجذابة والثقافية والإخبارية والتي تقدم بإيقاع سريع وأسلوب شيق وجميل. أهلا بكل مشاهدينا في كل مكان وبرنامج صور إذاعية. صورنا الإذاعية ملامحها الصدق والأصالة والموضوعية ببساطة لأنها من الإذاعة المصرية. نجمتنا النهاردة نجمة إذاعية من إذاعة الشرق الأوسط، زميلة عزيزة هي المتألقة لمياء سليمان. أهلا بيك. شكرا لك يا إيمان على المقدمة الرائعة دي. كلكم نجوم في ماسبيرو، الزملاء المذيعين والمعدين والمخرجين والمصورين الهايلين اللي عمالين يجهزوا في البرنامج من فترة. أبناء ماسبيرو كلهم نجوم ورواد في العمل الإعلامي، مش بس في مصر، في المنطقة العربية كلها. عاش ماسبيرو وعاش ولاده. أنت كمان ماسبيرو متألقة وشرفتينا في محافل ثقافية وإعلامية ومؤخرا خدتي جائزة جميلة، أحب أبدأ الكلام عنها وطبعا دي تبقى فتحة خير إن شاء الله، الجوائز جاية كتير. طبعا كان في مسابقات متنوعة للإذاعة المصرية، الإذاعيون يبدعون، كانت مسابقة من سنوات قليلة، وبالفعل كنت عاملة برنامج اسمه 50 دقيقة في قلبها، 50 دقيقة في قلب مصر، وتحدثت في البرنامج ده عن النجاح، طرق النجاح، نماذج ناجحة في المجتمع المصري، وبالفعل استشهدت بالعديد من الرموز في عالم الفكر والثقافة والفن. كانت فترة مفتوحة بيشارك فيها المستمعين، والحمد لله خدت جايزة، وأنا فخورة بالبرنامج ده لأنه كان بيعبر عن نبض الناس وعن إصرار المصريين على النجاح في كل وقت وفي كل زمان. الجايزة منين؟ من هنا، الإذاعيون يبدعون، كانت مسابقة تابعة للإذاعة المصرية. الحقيقه يعني لما بتكلم مع مذيع من ماسبيرو عارفه ان عندها عمق وعندها رساله وعندها موضوعيه وعندها كمان خفه دم لانها من الشرق الاوسط. دايما كانوا يعلمونا ان اذاعه الشرق الاوسط هي اذاعه المذيع الجوكر، يعني لازم تقرا اخبار كويس بسمت معين، لازم تكون محافظ على ثقة وانتباه الجمهور لوقت طويل، وفي نفس الوقت ما تحاولش تبالغ في الرسالة الإعلامية أنها تكون ثقيلة، لازم تكون صادق مع المستمع على قد ما تقدر، تحافظ على تركيز المستمع يكون معاك، ما يقلبش المحطة في أي وقت. فدايما بنقول اللي احنا عايزينه بسرعة جداً بطريقة مكثفة للغاية، وده بيجي طبعا عن طريق التمرين، عن طريق أساتذتنا اللي شفناهم قدامنا بيشتغلوا كده، إن مهما كانت الظروف برا الاستوديو أول ما يدخلوا يقولوا هنا إذاعة الشرق الأوسط، الابتسامة على طول، السرعة في الأداء، الإيقاع المبهر في كل شيء، الأغاني المنتقاة، تجهيز المادة قبلها بفترة، فكرة التيم وورك اللي بيشتغل مع بعضه، معد مخرج مقدم برامج، البرين ستورمينج، العصف الذهني قبل تحضير أي موضوع. فمدرسة الإذاعة عموما، مدرسة في كل شيء.
طالما اتكلمنا عن الشرق الاوسط لازم اتكلم واجيب سيره رواد علمونا كلنا، الرائعه المتالقه المبدعه سناء منصور، وطبعا القديره ايناس جوهر، وطبعا نجوم اخرين صديق حياتي وغيرهم. ولازم اقول ان اول رائده ومديره للشرق الاوسط كانت الاعلاميه الرائعه الراحله لكن اللي عايشه معانا بوجداننا الجميله امال فهمي. امال فهمي طبعا استاذه عظيمه ولسه لغايه دلوقتي بنتعلم من برامجها المسجله. امال فهمي كانت صاحبه الايقاع السريع، فكره الايقاع السريع، فكره البرنامج الثلاث دقائق ما يزيدش عن ثلاث دقائق، الفكره، الهدف، المضمون، الضيف، فكره الاذاعه اللي تقدر تسوق ليها تجاريا واعلاميا كمان، مستمع يسمعها طول النهار من غير ما يزهق منها. كنت محظوظه ان انا الحمد لله استلمت العمل تحت اداره اساتذه كبار اعلاميا واذاعيا، منهم ايناس جوهر، منهم انتصار شلبي، منهم صديقة حياتي، منهم أستاذة سناء منصور، جيت برضو وشفته وهي بتوالي العمل معانا في العديد من البرامج بس بعد انتقالها للفضائية المصرية. أنا عارفة أن أنت خريجة كلية الألسن وقسم إيطالي بالتحديد، إمتى فكرتي تكوني مذيعة؟ أول ما جيت الإذاعة أنا كنت مقررة أن أنا لازم أكون أمام الميكروفون، يعني لازم أكلم الناس. وبعدين أنا عندي فكرة الكوميونيكيشن سكيلز دي كانت ملهمة بالنسبة لي في كل وقت، يعني حتى مهارات الاتصال، مهارات التواصل مع الناس كلها. حتى أول عمل كنت بقوم بيه هو التدريس، كنت بدرس إنجليزي وإيطالي، وبعد كده جيت هنا مترجمة ومعدة برامج في الأوروبي المحلي. الأوروبي المحلي هنا النافذة الأنيقة للإذاعة المصرية، من أقدم الشبكات والمحطات الإذاعية، فيها هوانم الإذاعة المصرية. مدام ستيلا والدة الفنانة ليلى علوي الله يرحمها كانت هي مديرة البرنامج اليوناني، مدام أمينة بركات كانت هي مديرة البرنامج الإنجليزي، والعديد من الزملاء والأساتذة. تعلمت منهم الشياكة في الأداء، احترام المستمع، المضمون الهادف في كل شيء. بعد كده قررت ان انا يكون جمهوري اوسع، فشفت مسابقه كانت للاذاعات المتخصصه، قدمت فيها والحمد لله كنت محظوظه ان انا اتقابلت فيها وشقيت طريقي بقى في اذاعه الشرق الاوسط. تفاحه السينما المصريه، برنسس شارع الفن، معها تشعر ان قلبك خرج ولم يعد باحساسها القوي مع ادائها المختلف. تأكد أنك سترى ألوان السماء السبعة. أشعر دائما وكأن عبد الوهاب كان يغني لها وحدها، رائعة الجندول، ذهبي الشعر، شرقي السمات، مرح الأعطاف، حلو اللفتات. الحلوة ليلى علوي. ده انت اللي حلوه خالص والله، ايه الكلام الجامد ده؟ انا مش قد كده والله. اشكرك جدا جدا. ليلى علوي، لو لم تملك المرأة الجمال ده شيء خطير، ولا الأخطر منه لو لم تملك المرأة غير الجمال؟ لا أنا مش شايفة إن يعني إن الجمال هو الامتلاك اللي يقوي المرأة، يعني أنا شايفة إن جمال عقلها، طريقة تفكيرها، شخصيتها، قوتها، قدرتها، عطائها، حنانها، ثقافتها، فكل التقدير والتحية للمرأة المصرية. ليلى علوي بتحب السيما، طب بتحبي ايه كمان؟ والمسرح والمزيكا والسبع فنون كلهم. كنت شقية وانت صغيرة ولا هادية؟ كنت شقية جدا وابتديت الحمد لله ابقى هادية دلوقتي. مدرسة الإذاعة المصرية مدرسة ملهمة بكل المقاييس في المجال الإعلامي، وده عرفته بعد ما درست دبلومة إعلام وماجستير، والحمد لله كان الماجستير برضو كان عن الإذاعات التجارية في كل أنحاء العالم. عرفت قد كده الإذاعة المصرية إذاعة يعني ليها ثقل في الوطن العربي والعالم ككل. طبعا لم يأ أنت عارفة برنامجنا اسمه صور إذاعية، يعني البطل في الصورة، وطبعا عارفة ليكي صور جميلة جايبها معاكي النهاردة عشان كل مشاهدينا يشوفوا ايه الأحداث المرتبطة بالصور دي. نبدأ بأول صورة. نبدأ بأول صورة عبد الرحمن الأبنودي. الله، الخال. كان دايما يعرفني من صوتي أثناء الفترات الإذاعية، في كل مكان وفي كل وقت كنت ألاقيه حاضر بأغانيه، بصوره الإذاعية الرائعة، بكلماته اللي
كلها بتنبض بحب هذا الوطن. يعني عبد الرحمن الأبنودي كان دايما يقول لي سمراء يا حلم الطفولة، لمياء يا حلم الطفولة دايما. فاكرة البرنامج كان ايه وانت بتصوري معاه الصورة دي؟ سجلت معاه برنامج تسمح لي بالغنوة دي، وحكى لي عن قصة الحب والعطاء والزواج اللي ربطته بالإعلامية نهال كمال، وان كان مهره ليها غنوة قد كده. الإنسان ده كان بيحترم المرأة في كل صورها وفي كل أدوارها، يعني الأم، الجدة، العمة، الزوجة، بناته، كانت حلقته يعني كلها مشاعر احترام وحب للمرأة، للوطن، للصعيد، لكل مكان في مصر، للعالم كله. فكنت دايما بحس ان حلقاته كلها إيجابية، ويعني حاسة انها بتدفع لقدام كده بكل الأشكال. فكرة حب لمصر عبر عصور متوالية يعني في كل وقت وفي كل زمان، دايما كانت فكرة الوطن ملهمة بالنسبة له في العديد من الأشكال والبرامج والأغنيات اللي بالفعل احنا كلنا متأثرين بيها، سواء بقى عبور عظيم، سواء إحساس الهزيمة والانكسار، سواء بناء السد العالي وذكريات حراج الجوت يعني. فطبعا عبد الرحمن الأبنودي بالنسبة لي هو أيقونة الحظ يعني في كتير من البرامج، وكتير من الحلقات كانت دايما بتستحوذ على اهتمام وإعجاب المستمعين والإعلاميين. هل ساعات لا بتحب عمرك ولا بتعشق الحاجات؟ كلنا كده ساعات يصب لحظات سأم شديد وإحباط، لكن يعني لا يصل الأمر إلى أني لا أحب عمري، لأن عمري في أشياء كتير كويسة. وعشق الحاجات يعني أخد بالك، أحيانا أنا بص على الصور على الحيطاني كده ألاقيها نابضة وبتتحرك وتكلمني، ساعات أحس أنهم ماتوا. طبعا الصور زي ما بس يعني حسب حالتك النفسية وحسب الإحباطات أو كم التفاؤل الموجود. فأنا يعني بحب عمري وأعشق الحاجات على طول. طبعا جمهور الشرق الأوسط جمهور كبير في كل العالم العربي، كلنا تربينا على برامجها، لكن أنا شايفة أن الجاية وحضنا شوية صور بصفة خاصة، منها صورة مع الفنان علي الحجار. بتمثلك إيه الصورة دي؟ علي الحجار بتمثل لي الانطلاق والإصرار. علي الحجار فنان عنده إصرار غير عادي، وشايفاه في الفترة الأخيرة كمان أنت حاسة أن هو عمل حالة في الغناء العربي، ومر بأجيال من عبد الوهاب لمحمد الموجي، يعني فترة طويلة على الساحة الإعلامية والفنية عموما. لكن هو مؤخرا حتى البند الخاص بي طعمه بأفكار شابة وعازفين وملحنين شباب، ودايما بيتواصل مع الأجيال، وده اللي بالفعل يعني فزت بلقاء معاه في مهرجان القلعة، مهرجان محق القلعة. مهرجان ده يعني مهرجان رائع بيضم كل فئات الشعب بتذكرة بسيطة، وعلي الحجار عنده إصرار أنه يحضر كل سنة، وحفلته دايما بتبقى حفلة مميزة فيها حضور غير عادي. ودايما كنت محظوظة بأنه هو بيعمل معايا لقاء قبل الحفلة وبعد الحفلة، وكنت دايما ببقى يعني منبهرة بفكرة الشباب اللي محاوطه سواء عازفين وفي الكورس. فبحس ان هو فنان قدر يعمل موازنة ما بين الأجيال بصوته وأدائه وكلماته وألحان أغانيه. الإذاعية المتألقة لمياء سليمان طبعا غطتي أحداث كتير جدا، سواء فنية أو ثقافية أو وطنية أو اقتصادية. إيه الحدث اللي كان نفسك يكون معاكي كاميرا وما صورتيهوش وقلت يا ريت كان في صورة بتسجل الحدث ده؟ أحداث أنا كنت محظوظة مؤخرا أن تقريبا معظم مؤتمرات الشباب تحت رعاية سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي كنت حاضرة فيها، وفي صور كتيرة كانت بتبقى معايا يعني بتؤرخ للأحداث العظيمة دي اللي كانت بتبقى انطلاقة لبناء وتشييد في المجتمع في كل مكان في مصر، اللي كانت بتضم عدد كبير من نماذج مشرفة للوطن سواء في المجال العلمي، في المجال الصناعي، في المجال الطبي. وكان ليا يعني لقاءات وصور كمان مع المهندس المصري هاني عازر. طبعا مش سر ان كلنا بلا استثناء نفسنا نكون في صورة واحدة من احدى مؤتمرات الشاب اللي فيها سيادة الرئيس مشرفها، وفيها الالهام والافكار، وفيها كمان المبدعين في كل المجالات. صورتي هناك صور كتير مع انا صوره فعلا اهي ان نعرضها قدام الكاميرا يا ريت.
المهندس هاني عازر. بالفعل كان شرم الشيخ طبعا كانت منصة إعلامية وفنية وثقافية في الآونة الأخيرة. كل الشكر للقائمين على ظهور مدينة السلام بهذا الشكل اللائق في السنوات الأخيرة تحت رعاية سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان لي لقاء مع سيادة المحافظ اللواء خالد فودة. بالفعل يعني أعتقد شرم الشيخ وكل مكان في مصر في الفترة الأخيرة بينبض بحب هذا الوطن والإصرار على النجاح والاستمرار أيضا. هسألك بقى بأسماء برامجك، وأنا معايا لستة بالأسماء دي، يعني في برنامج قدمتيه وبرنامج جميل حقيقة اسمه سؤال من اتنين، فكرته ايه بقى قولي لي؟ سؤال من اتنين يعني بيعتمد على ان انت لازم الضيف يجاوب، يعني ما عندوش اي مخرج، سؤال من الاتنين. الفكره ان السؤال لازم يكون واحد منهم صعب شويه، يعني محرج حبتين، فكان يحاول يهرب من هنا ما يلاقيش، يعني يهرب من هنا ما يلاقيش. يعني مثلا كنت اساله اقول له ايه، سؤال من اتنين، حبيت كم مره، رصيدك في البنك دلوقتي قد ايه؟ فطبعا يا هيقول ده يا هيقول ده. فكانت الفكره بتبقى لطيفه، و وكان فكر منوعاتي يعني شرق اوسط كده خفيف دايما. قولي لي مين فاجئك بشخصيته لما قابلتيه وجها لوجه؟ كل واحد كان بيبقى له حاجه جديده وغريبه، واحنا دايما بنحترم النجم وضيوفنا، والساحه المصريه ساحه غنيه وثريه. تبصي على الكتاب تلاقي صحفيين غايه في الروعه وغايه في الثقل واصحاب اقلام مهمه ثريه. تلاقي في الفن، هتلاقي عندك في مجال التمثيل قمم، في مجال الغناء رواد، في مجال الاخراج مبدعين. فمصر غنيه. احنا كانت دايما الدوره البرامجيه الاذاعيه عندنا كانت بتبقى 3 شهور. 3 شهور يعني تقريبا 90 يوم ب 90 ضيف. كان دايما رؤسائنا وقيادتنا الاعلاميه تقول لنا ايه، حاولوا تنوعوا في ضيوفكم، يعني يبقى يوم مخرج، يوم مطرب، يوم مجالات مختلفه. الحقيقه في بعض النجوم بيكونوا مثلا عندهم روح الكوميديا عاليه على المسرح مثلا، لكن في الواقع جادين جدا، بيكون في مفاجاه لما بنسجل معاهم ونقابلهم وجها لوجه. مثلا حصل ده مع مين وكنت شايفاه بصوره معينه واكتشفت انه غير كده خالص في الواقع؟ حقيقي اللي كان يعني بالنسبه لي مفاجاه ظفر عابدين، حسيت ان هو شخصيه مثقفه جدا، يجيد اكثر من لغه، سافر بره، حارب علشان يظهر على الساحه الفنيه بشكل مميز، اشتغل سنين طويله في لندن، سافر امريكا. يعني حسيت ان هو كمان بيحترم المراه للغايه، فكره الاسره والزواج وبنته بيحترمها جدا. فحسيت انه بالفعل الشكل المبهر ده بيخفي وراه شخصية مليانة بالحب، بالاحترام، بالعلم، بالثقافة. فيعني النجومية بتبقى كاملة. ايوه بالظبط. فده كان بالنسبة لي، وانا جايبة صورة لي النهاردة وهتشوفوها، وده كان من الشخصيات اللي انا بعتز ان انا حورتها. الفنان اشرف عبد الباقي، فنان انسان يعني. اتذكر كويس قوي ان انا رحت له كان بيصور مسلسل في مكان كده في ضواحي الجيزه، يعني قريه شبه قريه يعني. اخدت ساعتين رايح وساعتين جاي، وكان الفتره دي ما بين الشتاء وما بين الصيف، يعني فتره الخير، وانا كنت لابسه لبس شتوي تقريبا، يعني بوت بقى وجاكيت ومش عامله حسابي ان الموضوع هيبقى حر. على بال ما وصلت له كنت خلاص يعني تقريبا شبه يعني مفرهده جدا من الحر. فاول ما دخلت بقلت له انا اسفه على التاخير، ودخله بقى اسجل وكده، فلقيته بيقول لي طيب اشربي حاجه، هنقعد بقى مع بعض شويه كده، انا ما فطرتش، تفطري معايا يا لميا؟ وبالفعل فطرت معاه وشربنا الشاي وبعد كده سجلنا. حسيت قد كده هو لاحظ ان انا كنت جايه على طريق سفر، ان انا كنت مجهده نتيجه. انسان جميل الحقيقه قوي. سهره شعبي. فعدى النهار كان شاهدا على آلام الأمة، ولما حلف بسماها وبترابها أصبح شريكا في نصر 73. هو مش في أحضان الحبايب، هو في أحضان كل المصريين. العرباوي يونس هو ضحكة المساجين، الخال عبد الرحمن الأبنودي. Yeah.
مهما عز الأزمة مش هتحتس والصدق مهما عز الأزمة مش هتحتس ساعات يكون كتم الأمين ساعات يكون كتم الأمين أصلا وأنا مهما أعرح أقوم وأنا مهما أعرح أقوم ودي ايه بقى حكايه الماتش اللي ما تلعبش يا لامي؟ ماتش ما تلعبش بقى. كل واحد مننا عنده يعني ايه لو كنت عملت كذا لو كنت حققت كذا. فالفكره دي يعني كنا قاعدين دايما بنقعد قبل اي دوره برامجيه اذاعيه كل العاملين في المحطه الاذاعيه وكلنا نعمل بقى ايه فكره العصف الذهني بدايه من رئيس المحطه لأصغر وأحدث عضو يعني منضم لينا كل واحد يطرح فكرة وممكن زميل يطور الفكرة لزميل تاني ممكن يقول له على حاجة تخلي برنامجه أجمل فهنا قاعدة بفكر بقول إيه ماتش ما تلعبش الاسم عجبني فلقيت رئيس المحطة كان أستاذ عمرو عبد الحميد ربنا يا ربي يعني يحميه ويحفظه الراجل ده اللي فضل علينا كلنا كان دايما يقول أنا بحب السؤال والسؤال بيحبني لانه دايما كان مقتنع ان السؤال هو اللي بيصنع نجوميه المذيع فين السؤال فيعني كان دي من الحاجات اللي هو علمهاني ان المذيع لازم يحضر سؤاله قبل لقاء الضيف لمياء ايه حكايه شعبي في شعبي بقى طبعا الاذاعه عموما يعني الخبر الصحيح يعني المعلومه المفيده يعني الترفيه المحترم أساتذتنا علمونا كده وكتب الإعلام كمان بتقول كده فلما فكرت إن إحنا ممكن الناس في فترة معينة كده الشعب ابتدى يظهر والأغاني الشعبية والشباب ولقيتهم كلهم مش عارفين أي حاجة عن صاحب الألف موال محمد طه مش عارفين فكرة ارتباط الغنوة الشعبية بالمكان يعني أهالي القناة دايما أغانيهم الشعبية بتبقى إيه مرتبطة بالسمسمية الصعيد الأغاني بتاعتهم مرتبطة بالربابة وجه بحري أغانيهم مرتبطة بالمواويل وليالي الذكر الجميلة فطبعا بقيت يعني حابة أن أنا أقدم الرسالة دي الأغاني الشعبية مع رموزنا في فن الغناء الشعبي مع نجوم قدموا كتير اتظلموا ممكن ما حدش يعرفهم الجيل الجديد ما كانش يعرف محمد رشدي محمد العزبي الفنانة الجميلة فاطمة عيد وأغانيها الحلوة المناسبة للفرح لاستقبال المولود لاستقبال الحاج والمعتق يعني حاجات كلها حاجات حلوة جدا جدا جنب انها حاجات حلوة تتسمع هي كمان فكرة الحفاظ على التراث فكرة رائعة عايز اقولك كمان في قيمة الوفاء حاضرة عندك في البرنامج فعلا فعلا وبعدين قسمتها ما بين الشعب الجديد حكيم متقال الجديد حجازي متقال ومتقال القديم ودي كانت حلقة على فكرة والاتنين حيلين بجد بجد بعشقهم فيعني كانت الحلقات حلوة وجبت فيها لطيفة كانت عاملة غنوة بحة بحة وقالت لي ان الغنوة دي بمثابة حاجة شعبية خفيفة يعني في تونس فيعني الأغاني الشعبية البسيطة القريبة من الناس اللي كلماتها يعني بسيطة للغاية وألحانها رتمها عالي فكانت دي حاجة جميلة بالنسبة لي وكانت قريبة كمان للمستمعين ولقت قبول حلو الحمد لله أحلى الأغاني الفولكلورية أجمل الأصوات الشعبية في مزيج فني مش ممكن تنساه في سهرة كل مغني فيها هنغني وراه سهرة شعبي عالرملة وعالرملة وأنا خايف من الرملة يا بنت السلطان حلمك على الغلبان المية في ايدي وعدوية عطشان مش فيها مش
سهرة شعبي، غني شعبي مع لميا وكريم فتحي. طبعا أصدقاء برنامج صور إذاعية بدأوا يحبوا الإذاعة ويتابعوها أكتر وأكتر. أنت بتابع التلفزيون؟ أه طبعا، شاشة التلفزيون المصري هي شاشة المصداقية، شاشة الأفلام التسجيلية اللي بتعبر عن كنوز الوطن وبتشرح جمال هذا البلد، شاشة القامات الإعلامية اللي تربينا عليها وعرفنا الخبر الصحيح إزاي يتقال، الغنوة المحترمة اللي بتنمو بالمشاعر الجميلة وبترقي الذوق العام، التلفزيون المصري، تلفزيون الكوادر الإعلامية المشرفة مش بس لمصر، لكل العالم العربي. الحقيقة النهاردة أنا سعيدة بوجود زميلة عزيزة معايا، عضو زي بالضبط في كتيبة إعلامية وطنية خالصة هدفها هو تقدم الوطن وبنائه. شرفتينا الإذاعية الجميلة لمياء سليمان، وكل برنامج جميل وانت طيبة. وانت طيبة إيمان، وتلفزيوننا وإعلامنا المصري بخير طول ما في نماذج مشرفة ومكافحة ومقاتلة بتحافظ على احترام جمهورها زيكم.